Mbappé. Kylian Mbappé. Mbappé, solution. لطالما كان لأساطير كرة القدم قصص مؤثرة وبدايات صعبة، ولكن وسط هذه القصص تجد الإصرار، العزيمة، المهارة، السرعة، القوة، الأهداف والأرقام القياسية. وكيليان مبابي يملك نفس المقومات ليكون الأسطورة القادمة، بدءا من ولادته في بلدة صغيرة معروفة بالجريمة، أعمال الشغب والفقر، وانتهاءا بوصوله إلى قلعة المرينجي. ورغم كل الصعاب شق طريقه إلى قمة العالم ليصبح وجها لكرة القدم إلى جانب فيني وبيلينغهام. فكيف هرب كيليان من الفقر؟ كيف أصبح من أكبر النجوم في عالم كرة القدم؟ هذه هي القصة الكاملة لكيليان مبابي. وقبل أن نبدأ، صلي على رسول الله بتعليق، ولا تبخل علينا بالاشتراك والإعجاب، وخصوصا أنت يا عزيزي المدريديستا، أثبت وجودك باشتراك وتعليق لنرى كم من أمير مدريدي معنا في القناة. أما الآن فلنبدأ سويا في القصة. ولد كيليان مبابي في 20 ديسمبر عام 1998. كان هذا بعد 6 أشهر فقط من رفع فرنسا كأس العالم لأول مرة. ولد مبابي في إحدى الضواحي الباريسية المسمى بوندي، وكانت هذه أفقر منطقة في باريس ومعروفة بارتفاع معدل الجريمة وأعمال الشغب المتكررة. كانت نشأة مبابي بعيدة كل البعد عن الرفاهية، فقد ولد لأبوين مهاجرين وكان كلاهما شغوفا بالرياضة. والدته فايزة العماري كانت لاعبة كرة يد جزائرية، بينما كان والده ويلفريد مدرب كرة قدم من الكاميرون. لدى كيليان أيضا أخ اسمه إيثان أصغر منه ب9 سنوات، وبذلك تكتمل عائلة مبابي. في عمر 6 سنوات بدأ كيليان رحلته الكروية، ومنذ صغره لاحظ مدربه أن لديه شيئا لا يمتلكه الأطفال الآخرون، فقد كان أسرع بكثير من الجميع، وكان يقوم بمراوغات أفضل بكثير حتى ممن كانوا أكبر منه. وسرعان ما تم اكتشافه من إحدى أفضل الأكاديميات في فرنسا، وانتقل من بوندي إلى أكاديمية كليرفونتين، وهي الأكاديمية التي اكتشفت أبرز المواهب الفرنسية مثل أوليفي جيرو، نيكولاس أنيلكا، وثيري هنري. وخلال سنوات مراهقته كان مبابي معجبا بالعديد من لاعبي كرة القدم الكبار، ولكن كان هناك لاعب واحد برز فوق البقية. كان هذا اللاعب هو كريستيانو رونالدو. نشأ وهو يحلم باللعب لريال مدريد ليتبع خطى لاعبه المفضل، لكنه لم يكن يعلم أن هناك من يراقبه في الخفاء، وكان على وشك أن يطرق بابه. في عمر 14 سنة، حيث كان مبابي يرتقي في صفوف كليرفونتين، كان لديه كل الأندية الكبيرة التي تحاول الحصول على توقيعه. حاول كل من ريال مدريد وتشيلسي وليفربول التعاقد معه، ولكن في النهاية اختار الانتقال إلى موناكو، لأنه هناك يمكن رؤية طريق واضح للفريق الأول. لذلك عندما كان عمره 14 عام، حيث كانت الأمور على وشك أن تصبح مجنونة للغاية بالنسبة له. وبعد عامين في أكاديمية موناكو، وحيث كان مبابي يتدرب مع الفريق الرديف، كان مدرب الفريق الأول يراقبه لأنه كان مثيرا جدا للإعجاب، لدرجة أن الأمر استغرق فقط 3 أسابيع لتصعيده إلى الفريق الأول. وبعد وقت قصير ظهر كيليان مبابي لأول مرة مع موناكو، دخل كبديل في وقت متأخر في مباراة بالدوري ضد كان. هذا الظهور الأول جعل كيليان أصغر لاعب يلعب مع موناكو على الإطلاق، وهو بعمر 16 عام و347 يوما فقط. وبعد شهر واحد، وتحديدا في 20 فبراير 2016، سجل مبابي هدفه الأول في مسيرته، ليصبح أيضا أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ موناكو. في تلك اللحظة تأكد لموناكو أن لديهم موهبة بين أيديهم، وكان عليهم تأمينه في النادي، لذلك أعطوه عقده الاحترافي الأول، ووقع مبابي عقدا لمدة 3 سنوات مع موناكو، حيث حصل على الرقم 29. كان هذا الموسم الأول بمثابة موسم تنموي للشاب الفرنسي، ورغم أنه أنهى الموسم ب11 مباراة بالدوري وهدف واحد، لكن كل من حوله كان يعلم أنه سيصبح نجما في المستقبل. نأتي إلى موسم 2016-17 مع موناكو، كان مبابي مستعدا ليظهر للعالم ما يمكنه فعله، وفي نفس الوقت وقع موناكو مع النمر الكولومبي فالكاو، الذي شكل مع مبابي ثنائية قاتلة. كما جلب موناكو العديد من الشباب ليصبح من أكثر النوادي إثارة في العالم،
ومع تقدم الموسم وسرعان ما عزز مبابي نفسه كلاعب أساسي في الفريق، وسجل أول هاتريك له في ديسمبر في كأس فرنسا، ثم هاتريك آخر في الدوري بعد فترة وجيزة، ليواصل مبابي أيضا الإعلان عن نفسه في دوري الأبطال، حيث حقق موناكو مسيرة تاريخية في المنافسة، 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا سجلها مبابي، ولكن كان أبرزها هدف في مباراة ضد مانشستر سيتي ثم ثنائية ضد دورتموند في ربع النهائي، حيث احتفل مبابي باحتفاله الشهير للمرة الأولى. وبعد الوصول إلى نصف النهائي غادر موناكو دوري الأبطال بعد الهزيمة أمام يوفنتوس، ليتمكن بعدها من الإطاحة بباريس سان جيرمان الذي فاز بألقاب الدوري 4 بكل سهولة، وأنهى مبابي الموسم برصيد 26 هدف و11 تمريرة حاسمة، كما حقق لقب الدوري الأول بالنسبة له، كما سجل ظهوره الأول مع المنتخب الفرنسي في مارس من نفس السنة. وبعد هذا الموسم الرائع من موناكو انتقل كل من سيلفا وباكايوكو إلى الدوري الإنجليزي، لكن مبابي أراد البقاء في فرنسا، ولحسن الحظ كان هناك ناد واحد كان يائسا للغاية للحصول على توقيع مبابي، وقالوا أنهم سيقدمون عرضا لا يستطيع كيليان رفضه. كان باريس سان جيرمان يجمع فريقا من النجوم، لقد أنفقوا 220 مليون يورو على نيمار في بداية الصيف، وكانوا على وشك إنفاق 180 مليون أخرى على مبابي، ولكن بسبب اللاعب المالي النظيف لم يسمح لهم بإنفاق ذلك في صيف واحد، لذلك كان عليهم تنظيم التوقيع على شكل قرض لمدة عام واحد مع إكمال عملية الشراء في الصيف التالي. كما وقع شقيق كيليان أيضا على عقد للانضمام إلى أكاديمية باريس سان جيرمان كجزء من الصفقة، وفي عمر 18 فقط وصل مبابي إلى باريس سان جيرمان وسجل هدفه الأول في الدوري في مباراة ضد ميتس، وبعد 4 أيام فقط سجل هدفا آخر في دوري أبطال أوروبا ضد سيلتيك، وهنا بدأ موسم 17-18 بالاشتعال، وسجل مبابي 4 أهداف في 6 مباريات فقط في دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا، مما جعله أصغر لاعب يصل إلى 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا. ولكن لسوء حظ مبابي لم يتمكن من مواصلة مسيرته في دوري أبطال أوروبا، حيث تم طرد باريس سان جيرمان من قبل ريال مدريد في دوري 16. هذا الإقصاء أجبر باريس سان جيرمان على تحويل التركيز إلى المسابقات المحلية التي سيطروا عليها. 13 هدف سجلها مبابي في الدوري ساعدت باريس سان جيرمان على الفوز بالدوري، وليتكرر ذلك من موسم إلى آخر، وكيليان مبابي هو من يصنع الفارق. ولكن كان لدى الجميع سؤال واحد، هل يستطيع مبابي أن يصنع الفارق على المسرح الأكبر في العالم وهو كأس العالم؟ في كأس العالم 2018 تم تصنيف فرنسا كأحد المرشحين، خصوصا بعد أن عادوا للتو من الخسارة في نهائي اليورو أمام البرتغال. هذه المرة كان لديهم شيء مختلف، كان لديهم ألماس إلى جانبهم، كان لديهم كيليان مبابي. حسن مبابي على الرقم 10 الشهير مع منتخب فرنسا، حيث كان المدير الفني ديدي ديشان يعلم أن مبابي سيسرق الأضواء، وفعلا فازت فرنسا بمجموعتها بشكل مريح، ومع تسجيل مبابي هدفا واحدا في مرمى بيرو كان هذا الهدف مهما، حيث أصبح أصغر لاعب فرنسي يسجل في كأس العالم. وفي دوري 16 أوقعت القرعة فرنسا أمام الأرجنتين، ميسي ضد مبابي، مستقبل كرة القدم ضد حاضرها. كانت مباراة مثيرة حيث سرق مبابي الأضواء بهدفين وأيضا بحصوله على ركلة جزاء، ثم إلى ربع النهائي وفوز ضد الأوروغواي، ثم إلى نصف النهائي وفوز ضد بلجيكا. هنا كان مبابي على بعد مباراة واحدة من كتابة اسمه في تاريخ كرة القدم. بعد 20 عام من فوز فرنسا بكأس العالم الوحيدة لقد أتيحت لهم الفرصة لجعلهم 2، وبعمر 19 عام وبهدف في النهائي أصبح مبابي بطل العالم، وهذا جعله ثاني مراهق يسجل في نهائي كأس العالم بعد بيلي. حصل كيليان أيضا على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة لأدائه المذهل خلال البطولة بأكملها. حصل الفريق الفرنسي بأكمله على مكافأة قدرها 400 ألف يورو، لكن كيليان ظل متواضعا وتبرع بالمكافأة للجمعية الخيرية لأنه لم ينسى من أين أتى، والآن يبلغ من العمر 19 عام وهو بطل للعالم، ولكن مبابي كان في البداية فقط. بعد كأس العالم
لم يعد يعتبر مبابي مجرد مستقبل كرة القدم، لقد أصبح حاضرها. أعطاه البي إس جي الرقم 7، مما وضع توقعات أعلى بكثير بالنسبة له، ولكنه كان مستعدا لكل شيء، حيث استمر مستواه في كأس العالم في التصاعد مباشرة من موسم إلى آخر، حيث كان يسجل الأهداف من أجل المتعة، وأبرزها 4 أهداف في 13 دقيقة فقط في مرمى ليون. ومرة أخرى في أكتوبر 2018 حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، ومرة أخرى يتصدر باريس سان جيرمان مجموعته في دوري أبطال أوروبا، ولكنه خرج من دوري 16 بخسارة أمام مانشستر يونايتد. ولكن كعادة باريس سان جيرمان قام بمعاقبة الفرق في فرنسا وحصل على لقب دوري آخر، وكان هذا الموسم من مبابي هو الموسم الأكثر إثارة للإعجاب حتى الآن. 33 هدف في الدوري مع 7 تمريرات حاسمة وجائزة أفضل لاعب في العام. كان مبابي يظهر أنه أفضل لاعب في فرنسا، وأصبح حتى متقدما على زميله نيمار. بعد هذا الموسم جاءت شركة نايكي وعرضت عليه تمديد العقد لمدة 10 سنوات، حيث كانوا يتطلعون إلى تأمين الوجه المستقبلي لكرة القدم. مع اقتراب رونالدو من نهاية مسيرته وافق مبابي ووقع على صفقة تقدر ب 18 مليون دولار سنويا. مع بداية موسم 2019 غاب مبابي عن الملاعب لمدة 6 أشهر بسبب إصابة في أوتار الركبة، وفي منتصف هذا الموسم جاء الوباء وأوقف كرة القدم، وتوج باريس سان جيرمان بطلا في وقت مبكر بسبب عدم إمكانية استكمال الدوري، وهذا يعني أن مبابي سيحصل على لقب دوري آخر وجائزة هداف أخرى، أما منافسة الكأس فقد تم تأجيلها. أما في دوري الأبطال فقد وصل باريس سان جيرمان إلى النهائي أمام بايرن ميونخ، وكان هذا أول نهائي في تاريخ باريس سان جيرمان، وكانت هذه هي الكأس الأخيرة التي يحتاجها مبابي لختم كرة القدم، وهذا يعني كل شيء بالنسبة له. مشكلة مبابي كانت أنه يعاني من إصابة في الكاحل، وتمكن من التعافي في الوقت المناسب للوصول إلى النهائي، ولكنه لم يلعب بكامل طاقته، وكانت هذه الإصابة لا تزال مشكلة بالنسبة له. مبابي لعب 90 دقيقة كاملة في النهائي. خلال المباراة أظهر ومضات قليلة من التألق، ولكن كان من الواضح أنه لم يكن في كامل لياقته البدنية، ليأتي كينغسلي كومان ويسجل الهدف الوحيد في المباراة. كان هذا صعبا، ولكن كما يفعل جميع اللاعبين الكبار سوف يعود مبابي أقوى من أي وقت مضى. وتم الإعلان عنه كنجم لغلاف فيفا 21، وفي نوفمبر سجل هدفه 20 في دوري أبطال أوروبا، مما جعله أصغر لاعب في التاريخ يصل إلى هذا الرقم. وبعد شهر واحد فقط سجل هدفه 100 مع باريس سان جيرمان، ثم هاتريك في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة. ولكن يعود باريس إلى نفس الدوامة والخروج من دوري الأبطال. ومع بداية الموسم الجديد كان واضحا أن هذا الموسم سيكون مختلفا بالنسبة لباريس سان جيرمان، فقد عزز صفوفه بالعديد من الأسماء، ولكن عكس التوقعات كان موسما مخيبا للآمال. خسارة الدوري الفرنسي لأول مرة منذ 4 سنوات، ولكن كل ما كان لمبابي التفكير فيه هو الصيف المقبل. كان يحلم بالفوز ببطولة جديدة مع فرنسا، هذه البطولة هي اليورو، ولكن لم يكن يعرف أن هذه البطولة ستكون أشبه بالكابوس، فقد كان السبب وراء خروج فرنسا من اليورو بعد إضاعته لركلة الجزاء الأخيرة من مباراة أمام سويسرا في دوري 16. ومع بداية الموسم الجديد كان لدى باريس سان جيرمان نجم جديد في المدينة، وقع ليونيل ميسي للبي إس جي، الأمر الذي من شأنه أن يخلق ديناميكية في هجوم باريس سان جيرمان بوجود ميسي، مبابي ونيمار. طوال هذا الموسم كان مبابي يتصدر عناوين الأخبار أسبوعا بعد أسبوع، لكن هذه العناوين لم تكن تتعلق فقط بأدائه الكروي، كان هناك الكثير من التكهنات حول ظهور مبابي في باريس سان جيرمان، حيث بقي له في عقده 1 سنة فقط، وكان مهتما جدا بالانتقال إلى ريال مدريد، حلم الطفولة. ومع انتهاء الموسم قدم باريس سان جيرمان عرضا أخيرا لمبابي، أرادوا منه البقاء بأي ثمن، لذلك قدموا له عرضا لا يستطيع رفضه. تم تقديم عقد براتب سنوي قدره 50 مليون دولار، كما تم منح مبابي مستوى من القوة في النادي، حيث سيشارك في القرارات على مستوى الإدارة. وفعلا وقع كيليان وأصبح لاعب كرة القدم الأعلى أجرا في العالم،
واعتقد العديد من مشجعي كرة القدم آنذاك أن أداءه سينخفض، ولكن كالعادة أثبت مبابي خطأه. وفي موسم 22-23 وبعد مرور 4 سنوات على فوز فرنسا بكأس العالم، كان مبابي يتطلع إلى تحقيق الكأس الثاني له. في مباراة المجموعة الأولى ضد أستراليا، عادت فرنسا من تأخرها بهدف لتفوز 4 أهداف مقابل هدف. وفي مباراة المجموعة الثانية ضد الدنمارك، ظهر مبابي مرة أخرى وسجل هدفين لتتأهل فرنسا إلى دور 16. أوقعت القرعة فرنسا أمام بولندا، حيث سرق أيضا مبابي الأضواء مرة أخرى وتأهلت فرنسا إلى دور ربع النهائي أمام إنجلترا، ليهدر هاري كين ركلة الجزاء الأخيرة لتمر فرنسا إلى نصف النهائي لتواجه المنتخب المغربي. وبعد الفوز على المغرب، وصل مبابي إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية قبل عيد ميلاده 24. فرنسا ضد الأرجنتين، ميسي ضد مبابي. خسرت فرنسا بركلات الترجيح وخسرت نهائي كأس العالم، وحصل مبابي على جائزة أفضل لاعب في البطولة إلى جانب الحذاء الذهبي، ولكن هذه الجوائز الفردية لم تكن ما أراده، لقد دمر مبابي. ولكن مع طبيعة كأس العالم في منتصف الموسم، كان عليه العودة إلى باريس ورفض السماح لهذه الحسرة بإفساد موسمه، وفعلا واصل مستواه العالمي وسجل 5 أهداف في مباراة واحدة ضد فوغا، مما جعله أول لاعب في باريس سان جيرمان يفعل ذلك. وفي مارس تم تعيينه كابتن للفريق الأول، وفعلا حصل باريس سان جيرمان على لقب دور آخر، وأنهى الموسم بإجمالي 41 هدف و10 تمريرات حاسمة. ومع دخول موسم 23-24 يبدو أن لا شيء يتغير، إنه يسجل الأهداف من أجل المتعة. وبما أن ميسي ورونالدو وصلا أخيرا إلى نهاية حياتهما المهنية، إنه يتطلع إلى احتلال المكانة كأفضل لاعب في العالم. ومع انتهاء عقده بنهاية الموسم، رفض مبابي التجديد وانتقل إلى ريال مدريد، ويمكنني أن أضمن لك أن قصته الحقيقية ستكون مع مدريد.